أهلا بكم من جديد. المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ نظمت مجموعة من الفعاليات في محافظة سوهاج علشان تدرب الشباب على الحرف اليدوية والصناعات المختلفة. بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي وبحث سبل دعم الصناعة وزيادة الانتاج المحلي بما يتيح المزيد من فرص العمل، تستمر بمحافظة سوهاج فعاليات مبادرة ابدأ حياة والتي توفر فرص تدريبية حقيقية للشباب على بعض الحرف الصناعية والحيوية بتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الانتاج الحربية ومحافظة سوهاج. النهاردة بصدد اليوم الخامس تدريب من ضمن مبادرة ابدأ حياة لتدريب الشباب المحافظة اللي هم مؤهلين او اللي احنا نقدر نأهلهم لسوق العمل وان هم يقدروا يفتحوا ورش عمل خاصة بيهم او مصانع. الحقيقة احنا مستمرين لسه معانا اكتر من فترة تانية اكتر من اسبوع تقريبا. الحقيقة ان احنا بنحاول ندرب الشباب على اكتر من مجال واكتر من حرفة في المحافظة اللي هم الحرف الاكثر شعبية والاكثر استخداما في المحافظة، سواء لحام او خراطة أو تبريد وتكييف أو صيانة أجهزة كهربائية أو آلة منتهى. تم تكليفنا من قبل وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع المعهد والجمعية لتدريب بعض المتدربين في أهلينا في سوهاج على مهنة التبريد والتكييف. المهارات اللي بيكتسبها المتدرب اللي هي مهارة تشكيل المواسير ومهارة اللحام ومهارة الشحن والتفريغ واختبار الأعطال وصيانتها. والنهاردة الشباب بقوا بعد المدة الزمنية اللي قضوها معانا بقوا قادرين ان هم بيتعرفوا على الأجهزة المنزلية وبيقوموا بالفك والتجميع واختبار الأجزاء واختبار العطل وإصلاحه وتجميعه مرة أخرى. المبادرة تهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب بما يتيح فتح أسواق جديدة تدعم ملف الصادرات وتوفر العملة الصعبة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية. جيت هنا عشان أتعلم صنعة أفتح بيها بيت أو أشتغل فيها في ورشة أو في مصنع أو في شركة، يعني حاجة حلوة جدا. وأشكر امتناني برضو سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود العظيم إنه هو بيبصلنا بعين الرحمة للشعب والشباب اللي غير قادرين على العمل، إنه هو يوفر لهم صنعة جميلة يشتغل بيها ويفتح بيها بيت. تعلمت إن أنا أفك وصين المراوح وغير قطع الغيار بتاعتها والكتل الكهربي والموتور بجميع أنواعه. قدمت على فني ألومنتال، ما كانش عندي أي خبرة عن فني ألومنتال. الحمد لله دلوقتي قدرت إزاي يعني أخذ مقاس شباك وفصل واخد البالك، إزاي أخذ القطعات والتخصيم. الحمد لله رب العالمين، مبادرة جميلة جدا وبنستفاد منها إن شاء الله. أنا بعد ما أطلع إن شاء الله وكنت اتعلمت كويس أفتح ورشة لأولادي ولنفسي وأكون نفسي بنفسي. وأنا أشكر الرئيس عبد الفتاح على المبادرة الجميلة اللي هو عملها لنا مجاني، وأشكر سعادة الرئيس. وتأتي المبادرة الرئاسية الجديدة ابدأ حياة لتؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالصناعات المحلية وخلق فرص عمل للشباب، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنقيب العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ما يمثل دعم كبير لتحقيق التنمية نحو الجمهورية الجديدة.